الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه وأهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا والذكرى للعابدين قال جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين هر چیز برون سے تعریف حمد شکر ثناء رب العزت اسکن یس رب العزت یعنی دنیوں کو مدبر دنیوں کو نظام چلاون وول پننس مقرر وقت یعنی سنی علم نبرن اک ضرب اک شیچ یعنی سن علم ہر کنی چیز اس پر چھ محیط بحال ہمیچ انسان تقدیر ایوان گریب نمیل انسان تقدیر علاو کے نمیل انسان وقت برونٹ کے ہمچن زچیر تقدیر تقدیر سی مرچ وقت کہنی بیدی کیا آئے سیمیس عرشوئے رب اللہ خود امشوائے کہاں انسان سن اراد چھن اللہ تعالیٰ سن اس اراد شکارن بولتے یہ لکھا چیز دنیا اندر چھو سبدان یہ چھا رب سن مشیعت اللہ تعالیٰ سن اراد سن سبدان شخص آقا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے
دينوں کی شہادت عرض کرنی ما شاء الله وشيتا يا اخ الله تعالى يتي بيجت تو يتي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه می شخص فرمانا اجعلتني لله ندا چبرو سبا تعالی شي الله تعالى مشيئت بس عدد جلل پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکھن رب سنیس اکھ مان لکھنا چل مداخلت بلکی یہ لیے کاتبانی نے گئی تھی تیرے لیے من بھل ما شاء اللہ وحدہ یعنی اللہ تعالیٰ انہیں جوڑیے تھی اللہ تعالیٰ سن مشیعت اللہ تعالیٰ سن کے رات امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ان معروف کے بارے میں مسند اندر یہ حدیث مبارک بیان کر گویا اللہ تعالی فرمایا ایراد سارے اجلہ کت پر ایمان اللہ تعالی سے مشیعت ضرورت چھو ہر کا چیز پنج وقت پر پڑ رب سن مشیعت إذن رب العزة بيان كرم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين يا رب قائنا كيف حبسوا لوك أنه يا رب شرطة لوك مخلوق الله تعالى خالق الله تعالى سن يا رب رب سن مشيئة آخر میں نے زبردست ایسی مانا کہاں کی چیز ہے بات ہے دنیا سے نہ پیچھے رو پسند مشیعہ ارادہ رو پسند دریم چیز آپ سوئی سوئی ہر کونی چیز پر کان رول چکا اینا تو رو ہر کان زر چو اللہ تعالیٰ کو رو پر کونی وقت چاہتے کونی چیز وجود نظر تو ایمان اچھتا پہ یہ وہ مخلوق من چلی انہیں سے یہ ہوا چلان کی کہتے یا تیری گھٹکار اس میں اس میں زندگی گزارو یہ کہتے ہیں یہ سری چیز مخلوق اللہ تعالیٰ سے منشاہ مطابق پتہ سکارا تیری لیا کر سکارا کھاوا وہ ان سے کیا لیا ان سے چھوک سے بالکل بد اقلی کی ہوں اظہار کر گھوڑے چینی کے یہ کہت پر نہ دلی کہ یہ رد بات چھتا با حواس پانا کہ ان کے پاس کر روئے جس یہ دور سے رب سنگی اراد تو مشیت سے کیا تیری چھنو پانم کھا ہی اراد تیر انا نگول چھ روپ ہوا کامن وہ چھ عرشوال روپ مگر جائے احکام ون چہ کر چپدی دعا کر چپدی عرشوال اس روپ اس مغمان کاری گگرائی ہوا توفان جب دی رب اسمان اللہم انی اسألوك خیرہا رب اکر ان خیر اتا ان کے خیر مشکر دنی میں محروم کے بے پہنے خیر مشکر وما ارسل تبیی اس خیر ہے کہ ہوا چسوس ہے یعنی مومن اس چھوٹ مثبت پہلو اس یہ جو ہر کا چیز والا اکمل ہے اللہ تعالیٰ سن خیر اور خیر جو تو لوگ کرنے تو وہ چھو کہ تو لوگ خارن تیبیر وانا ہے جو تو پرمود وانا لوگ کر تیبیر حتا کہ تا تو تیبیر آسا ہے شخص بیدار زندگی پانے لگو دارا مہم بسمان پتہ نہیں مکا سکتے
حق كني شيء تجيز هذا كان موت كائنات رب. الله خالق كل شيء. الله تعالى شو حركة كثير هذا كان موت وهو على كل شيء وكيل. حر كل تجيز كان صار شو كائنات رب. أكبر نتيجة وقت إيمان. يا تم مزيبة تسمع شو نا بزيم. يبقى بريشيني وقت تشوفنا ما كان مرسوم يغو تنقل هم سنسوي يغو يم سنسوي يغو مرسو لوك بانون ايماني في نتشاما تيهد التوحيد است اخلاص است اس اي حجنا مرسو شاك قنا لولا هذه القليبا لعطانا اللصوص يا غنمي قريب أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف تصور؟
تمي بيان كرن عدل ها زاجر چي مگر سيد فرمو مان المسلمين يصيبه اذى شوق فما فوقها إذا وانا اگر کہ کھنڈ سٹی وائز کون اگر ہے اگر الا كفر الله بها سيئات الله تعالى چھم سی یہ گناہ چھم بتا یہ دور یہ تاب یہ دور یہ چھ بنا ما چاہے چھ کفار بنا ما کما تہ تو شجرت ورقها إذا كنت الله تعالى أمي شخص بنا مش باقا أمي شو بنا كما بس إذا كنت بولي في كما بان بس دماغ في شخص أمي شي پالشين مگر مهم نسل كرر سي كوشي كي أرشو بول روك شو بنا مش باقا الحمد لله بالسماء البتا پانتراني قرش پر كيه يا بابا ما كان لكم قد يدغير جلال كيه ما أنزل الله ذا إلا وأنزل به دواء الله قال يثبت وقتوا يا دنيا اسمع قد دوجه سوون دواء حرف دوجه سوون دواء قويا أسماء أنا أسمع إثنيا وكال حقيقة تكليف وديك تكليف وديك أثر قارنا تقرب ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام اردن وين كنت فريش مگر زهن الشكاية زهن التقدير فور يور لك دوش شي اكثر دكتور دمت فرد هاي مي يا مين سي ان فرد كسته دو نم كاتيت كار مگر اصل شي خرين ارچه تربيت نشي خرين ارشد ایمان کن ناقص ایمان از اندر دیشن وقت کی تیز کے شکل سالا بلا صرف تقدیر پر بر رہے گا کہ اللہ کو جو خیر رہے گا شکل سالا اردہن ونیم ایوب علی نبی علیہ السلام والسلام البتہ یہ مات مطلق تبیر واقعات وغیرہ چاہم کہ میں بودشت جماعت مدد جمعون کہ جسمانی مبارک افکین وغیرہ وغیرہ نہ یہ من واقعات ہم کم ثبوت کو لیا ہے اللہ ارشوید ربن کو تم سب تکلیف بیان تم کو تکلیف مگر پت کرو نا تاکمہ کہ میں واقعات ہم بھلو کے ہم کو لی جائے آسکر اس کے نس چھے کے تھے پہنے والے اوہی کو اس پیغمبر اسلام صاحب ایوب علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عرش ویلس رب اسم کنم دعا انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین وہ شخص پہلے مرد کے وقت پہلے جینی ہے کہ وقت عرش ویلس رب اسم کن مگر اچھی جلائش کر گرد استعمال اچھی میں دم یاد استعمال کران ینسلیس چیز تبہید اخبار پار کر گسی تو چھو ڈاک انسان اسے گسن انی بیماری بیالاج کار سو نفر چی چھو خسرا میں دمان کی رہا میں دیر کسو گمی چھو پک نبا دیا رہا کی منچی منہ نظر چی منچی منہ سہر چوی منچی منہ انچیر چی الله تعالى قرن جرد هذا كان حرك سلطة حقا فوق جاني رقية كان حقا كان لي دام كان لي سبسة آسون جي مگر قد تيم دروازة مطلوبي يمو دروازة مصرر ايك شخص سلطة تاوي بينا سلور بارك تو دي بيسنا آسون جي اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ایس مارو بھنی سفر کر بایا فرمو اکثر من یموت من امتی بعد قضاء الله و قدره بالعین
نيران يمي الدنيا هلو كذا بات خمس نادي بادس أنسي كواني أخشك مرة أخرى في المعنى بل مش أكثر ربضا أكثر قد مرنو نيرنو يمي الدنيا الرب سيني كذا بات سوكو نادي خمس نادي بادس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو اخ اونٹ اتی دیگی تاکہ اونٹ جو بونا تھا اخ انسان واج کبری نظر بد سے آنا ابن ایک شخص احکام ان خبری ہے ممکن چھو مہین ہے کہ جب پنی نظر تے لگے ممکن چھو مہین ہے کہ جب گھر گھر بہت نہیں ابن نظر دے جب میں احکام ان خبری چھو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بيان فرمو إذا رأى أحدكم من نفسها أو ماله أو أخيه ما يهيم ين وقت الشكر بشار آجي چاہے پنج سے پانچ چاہے مارس چاہے بڑی سے جس مارس اخ اندر آجي کی چیز بشان جس نے کوچا اتنا پسند آجي دستا يلك عاش مرة فليبرر منك أكبر خالق الله فيك رب إنما نا هذا سجس دي دسان دسان إيش كروا يلاه بدي استماع يلاه بدي استماع كان ما شاء الله الله تبارك الله بارك زاد دي كرنا يا أبا مگر يلاه بدي استماع كان استماع سيد كرب يا فرفا إن الأين حق نادي بارك أي شيء حق تلا اما کیا یہ آو کہ مومن گچے صبح ایت شام اذکار یہ تو میں دیا اذکار جو ہے اے جو سکتا پنج پال کرتا پال ہے یار اور رب سے پال کر سے صبح ایت رہی ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كم بلاي كوي مگر گتا کنا تو پران ول بڑا آسان یہ شخص فجر پر في ذمة الله یہ رب سے مسرات ما ہے وا دس ما نہ نماز کوئی نہ چھپنا چیز کوئی پاتو سے شکایت کر رہے ہیں بہت بہت کرو اے لوکر ہم سے خوشی ہے وہاں داری چھو زد اس آنکھ دوال کو جسمانی دوال پیار دوال کو روحانی دوال دنمانی داری چھو جانا مگر جسمانی داری ہی اس جلال پر چھو ایک مجھر تو اس کرنا وہ یہ کس کہتے ہیں پچھے ایک آجو سے علیہ کے زمان کہ جسمانی چھے بھی سکتے روح گیتن کوتا بیمار ہے مجھے رات اچھے کھانک چانک معاملات پتا میں کیا بائی تیت رہا ہوں زبردست احتمال چھے جانا کھانک چانک میں مات اگر روح اس مطلب کیا سوچو یا پر میں کھڑے چھو جسم کی دو کھوزی مگر روح دوئے پاکلی ہوتا میں جو سیکھ ملتا كل شيء يرجع الى اصله هر كچي چ پنس اخلاص پر بي وانا باس تو بنا و الله تعالى يمت انا في ده مت حلال كات مگر بچي يا سين چ كان اس بول رو رو دي سا مت من باس لا رو جي دور خس کیا تو روح آ ان کھیل پر تو هر کچي پر پنی پنی جائے جسمانی داجن ہوت یلائے جسمت نشد نمات پاوئیش یہ تو ربن پوز کرو تنی پچی چلن نشد نمات پاوئیش تی جسمت میں تمہیں دیکھیں کم چیز خسن یم چیز تک استعمال چک ہمیں جسمت چک پاوئیش خدر کر کم چین فور یہ بنی اسرائیلی کون
لمن قاينا ربنا كيوم كان نجم وأنثرنا عليكم المنى والسلوى من وصلوى وكم الهري بسر عطوم اسم طلق تقع وطلع لمن وصلنا عليهم الغمامة وأنزلنا عليهم المن والسلوى يلتاف وطافا شدته يمن أفقبر بكان سري تقريب وفتوانا كومس كان جارب من غما وما من مستلوان لغل كان قائما مگر پنجو اقوان هو فاسره تيت قيم الله طرح نتوجه وقال هتبش رب الإنسان الفرم وأكمل مطلق بره جملة وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل ما أشر بينكم العالمين المرفتين تفرطكم وفي يعني أن مطلق الله طرح أكثر بينكم مدر يمني الله طرح سيدشما رب العزه فرمونك وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله الله تعالى كرمت الذله من الذل رسوات الكائنات اللي بيشتكوا من كارثه ولا فرمتي وش بدكم قريشين المفروض نيرانين حكي قريشين ما نيران في قسمه حسن أصل في سيرة كما سيرة عربي قد ملا قواتس سيرة العبد يسحب الضبرة قوات كجاء أصلا كائنات كثير ربا في تشوي لكين ويش بلا شيء نيشي كفان جسماني دوجي كفان بوشو كيانات كان مگر وش روح كجوه تشوف روحاني ماذا تفعل هذا هو الرب في الرسل بيوت في دوشه دمار امراض قلبيه ممن تجدها دمار شكل لكن يمكنك ان تكون اكثر تجاره نبضها دمار طيب وعلى طول دبلي انا وقت اداوا اكثر طهنيها هيك بتجي صور اتي سوالي دوان الجواز مگر ميوات روحاني دهن كچو جي يلا كان كان بالاو پشا احتمال شو تزمرت كران اي پيجي چتا حقيقه چي مگر ميوات روح كات اكثر سيت جواز كار يا الله تعالى قد قرنك أن يصير تجاني جسم شنخ نوم يستمع بياك سيد روح تاني في يراجع في الدنيا ثم بايك دنيا هي جو تير جو تير كحتة تحت يراجع كي يراجع في الدنيا ثم مگر دنيا هي جو تير جو تير كحتة تحت يراجع تحت يراجع يراجع كمان تاني تير كي روح كي مو تهري يجري أخ روح نشن مالك سجد روح أرسوه لرب الكريم أخ قرأت قرآن في الجلال قرآن في الجلال يشي الشفاء ما قد تاني بارمي تاني تاني يسمجري تاني تاني أنكر أرفاضر بالفهم والغوري مؤمنان في جسماني دوئت يا دنيا اندر باطن مگر تم اچھے خبر کتنے طریقے کے شخص تھے یہ نچھے آزمائش کنا رشی عطا یہ ہے کہ موت کے خواب پہ ہے پر شخص کوئی نہیں یہ چیز ہے یہ عطا کہ جیسے اللہ تعالی سے طرف یہ آزمائی اللہ تعالی کو نے چھپا ہم عطا ہر ایک انسان سے خبر مگه میاد ایمانی میاد پنج پنج جای شهر رسید کرد آه
من الناس لو بغيت يمشي كده ترى يمشي أي عطاء كده يمشي أي عطاء طلع كده ترى بغيت هذا ما يمشي آه شباب يثبى إيمان شو شاك يمس ما فراي ده ما كهيش يمس كاري سوي رتار تخر شو بتامان إنه دوم كه هذا دهني كده سامجي يمشي الله طلع كده ترى بغيت هذا ما يمشي يعني كل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما يمان إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم إلى الله تعالى كل قومس فصل شكرا كل قومس محبة شكرا وانا قال سيجا وغرا محبة رب شكرا وانا قال سيجا رب شكرا محبة دين دارس ابتلاهم امسيش الله تعالى آدم ويشن مصدر ترى بوجه طرف أن تلت مرس الإيمان بالوقت صدر ماذا تلت؟ برشيني تشيد تلت تقول كنت مانا تلت قوان دل دلس يراج كارني قفان تلس نشيد مانا في دوت يمشي برشيني خصوصا جاب العصر اكتئاب depression قوم شو سبدان أقل شكا عن دعاء بيت لبيار عن الشيخ بيت قول شكا سبدان له ما قال يا راج شريعة الغنية تغاز يا راج ما يأتي وشو مو من الشو رب السيدس تقدير قرب الهيمة ما قال حمية تغير كرج ميراز ريتي شو ميراس ان قول قال بار رب جدنا صفا الحمد لله نقصان دو يشو الله تعالى في طرف انا لله وانا اليه راجعون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الاموال رب ادم ما يتكلم سيد هذا مشكل شيء يقات درحمان تو دینار نے ہمت بند بند تو ڈپریشن سے کر کے اچھی چیز ہے چت میں کوئی نقصان اور تو لاش بھی نہیں نقصان پچ دے سن شکار ہے مگر اصل چیز پہ بھی ایمان اس کے لیکن کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یہ سب نظر پایا فرمو کائی صاحب تو دیناری واب جو درہم سوي قرب بيان ولا قطيفة ولا خريصة بيصادي ولي كاملي ولي تجد أن دمان الطقوس يوي سرما حلاك قيم لك مدر مون من السيد سهل يتير حلاك خميش بشرا وين يقنس ربس يمشي الله لا بسر الله بحارها يلي مطمئن بس بس قضاء وقدر شغال أكبر شيء في إيمان كان أول شيء دوه دوه قدو بلا فقال يوان هو السيريس أخبار سلي يومين كان الناس الناقصان دي يجب بلا شكر سيريس يتسلي من شكرا جافان فلا سيدي يتسلي يمشي من جافان عن الشكر يجب لسنا بجافان مگر اس خشنے اخلاق نبی رب و زمان کا ضرور ہے اس مریض سیدھی کے سیدھی چیز سے پاکن ہو ہے مثلا جیسے یہ دوار بارو جس کے لئے بہت چوان عزت احترام ہے کہ شخص سیدھا مگر اچھے نفر تک آئی پریٹ کرنا مجھ سے اس میں خیر دماغ بایا چشنے دابو دے آہ دل جس لیا رہا مے من تو چھن نفر چھ بشر یہ یہ کافر ایک ملک نہ ہوتا تو ان وسی کیا پرسن مگر چاہے وہ کافر سوچی بالکل وارد پاسا یہ پیدی نے چکا تن جی کا سوچ بڑا مفی دیوار علماء نظام مفی دیوار کرن بیان نکلی ہمیں داجنے ہوں کہ اکثر دلچ
شربنا يا بدر هذا ما يبغى شيء من هذا الدور سوي الدور ده بيجي جماعة غم أسان جاد يا جماعة شيء بريشيني جاد أسان هل في شيء من هذا غم أسان هم تكم كسرة وين كسرة بس قال عرش وليس الرحمن الدار قال علماء إمام قرار بيان فرمان من العلاج المفيد مفيد جواج اختئابس يعني اخ ديبريشن كذلك فهو كثرة التوبة ولا استغفار ان الشخص في التوبة كان في بدايه حميش روت القهمة توبة بس الله تعالى سبحانه وتعالى مش بولا هدوك قاعد يمكن تبغونا الدنيا اصلا يوم الشخص يجي شنكوالي شخص سيلس اسمه سيجدن انساني حقوقا هي فاضي هذا حقوق الله تاكو تسامح الله تعالى شبور دوتو تديك بوي مگر فسخت اکثر بلکش علماء نظام کرن بیان فرماوان موحدین پسن سلق دار کنسر حقوق العباد سے حقوق العباد کی پسن اکثر لیتا دنوی جانتو میں سن پاکیم پہلو آسان شخص رب سے تعلق بندن سوی جو رید پہلے پاکوان وچ چنانچہ زندگی کس کامیاب زندگی آج اللہ تعالیٰ سے فضل کرنے سے وقت پرنے چل رہا ہے فالبدار فالبدار اب بتا خوشیار دس میں چھ بڑھ ضرور کچھ شنگی دل چھ بڑھا ابتعاب چھ سویدس نوجوان دس لب پنجس لبی دس مجوان بہر علماء نظام کرن بیان فرمان اک مرض جو زن یلائی چھو یعنی شخص پجے ہمیش دو بس مدرو استغفار اس مدرو اللہ تعالیٰ کہلے تر ذرا اس کے عرش و رب کرن بیان سائیو الى مغفرت من ربکم اللہ تعالیٰ سنس مغفرت اس کو جلی دور زمان کیا ہوئی زمان وایا وی کو لوک سبنا مانی وسی زانی بجو مجا ما کو پھلے بزرگ تے ایم سی سی ایم دنیا دی اس مگر وقت تے ہش نہیں اس ہاں دار فرید ہے کہ شاک تے دنیا دی مگر کٹ تے بگائے دے کچھ اچ لوک دنیا پر پکان مگر تے مے مران ہمن بروٹ دی من دو داس دے وے کچھ اچ کرنا فالبدار فالبدار هوشيار قصد شبار الضرورة الله تعالى في الوقت رب العزة من يس أمور ديم أمور بيجة لأن يك أمور ما تكرت بعد ما نلا ثلاث ما تكرت بعد ولا ما ينزام كلام بيان فرمان مرش شخصا پنجن گنہن ہون دی چکن پیوائی تبا بڑھنی کے ترجمہ چوکا مان پکے تارا کیا ترجمہ ویلے چھو بڑھنی کے جسمانی طور پہ حوالسی طور پہ بڑھ مضبوط انسان آتا تاجی پاک شای میں پیوائی چکن کا جب مزر یہ دن بنا کے کچھ جمعی نہیں مضبوط آتا جمعنی یو سنائی شو رب سنتر بنیا پھر اگر یہ زمان آمو کہ اللہ تعالیٰ پرسی شخص اس کیا سوال حقا کہ بلی نمائی انسان سے قدم بول ریت اللہ تعالیٰ جواب وان عمری ہی اے وانتا ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کوئی عطا وانتا دیکھا کھچو وہ تشی وقت سے جواب دیت رو بزا وان عمری ہی یہ ساعت مبالغ پر طور پانچ شکر کے چھپ ضائع کر آپ متوقعی کا سوال رکھ سکتے یہ کوئی گورنمنٹ سوال دیم آئے وہ ان شبابی دیم سوال کہ اللہ تعالیٰ جمعی متعلق مگر عقل سے منا
ییلی عمری متعلق سوال گو قد مسی جوید یہ جوید کا سوال کیا تھا تو جوید سے کیا کہا اہمیت هو الذي خلقكم من ضعف الله تعالى كل ذي كمزور اكثر علماء من كثور انسان زندگی من گزار اكو يد خالص نا بالغ شو اتا بعد يد خالص جوين شو الله تعالى عطا كر بعد تين يي كم رتوك شو اتا يم تر دور چنا مگر يم تر دور ما شو شخص اخر اي دور تو بڑا مضبوط أمس لو خلق بود ديما أكمل، سقول يري شاكر جمال شاس. يوهاي جمالي هون وقت هر كوني قومك ميمار في جمالنا. يوهاي جمال قوم شسون من جناس سايو قد زاد ملبس. يهيك مشانج. برام سلمان. كما قال جياني رب الله رب الرجل. أسيت كتير فلن تتعلقين. جوانی متوقع فی چه رب است شام تیری فا و ان شبابی هی فی ما قبل آمو و ان تهی جوانی هی دسما یہ کہتا ہو عمری متوقع فی چه عرب سبا عمر بی وقت و اخوان وقت کت کے انکارت سے استعمال برحال آخ متوقع شبی وانی اکسی ارشو ویسی رب است من دو Yani biten hemen dalin şu yalan derhol kayın atı Rabbim. Rabbah manancı sani dalin de dalin. Sani mazhet bir şey. Amin. Rabbah yem iten hemen yalan anlar dibbe sanık şükar. Rabbah şafayı duydu kadar. Şafayı rojil kadar. Rabbah İsrail'e sabayı durdu durağa bakar diyanı kadar. Bir kala durağa simida sani bin. Rabbah sani balik bana kalmak. Rabbah sani rakkat bana kalmak. Rabbah Yusuf ağabey durağa bakar diyanı kalmak. رب مغفور مرحوم کر رب لے کر جنت عطا رب مشرب دیدار کر رب مدان چھ مشرب دیدار کر رب مدان چھ سری انتظار کر بار عطا رب سری مسمار کر بار عطا ہے بہت امتیاز اللہ تعالی کے نو بار عطا رب کے رب کا کام یہ بھی عطا ہر سوال رب اس میں چھینے کا یہ سزان ہے یہ سے پالے چھینے رب اس میں انتظار کر دو امین یعنی پالے چھینے کر دو سے ہم گمون کر دو رب اس نے مشکلات کر دو رب اس نے دادی دی دوا انسان مرتن دی شفا بارک اللہ لنا و لكم في القران العظيم ونفعنا واياكم بالايات والذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم ملك البر رب العالمين